ونرحب بضيفنا من جنين السيد نزار نزال المختص بالشأن الإسرائيلي الباحث في قضايا أسرى. سيد نزال، مرحبا بك. إلى أي محطة وصلت محادثات الهدنة الآن؟ صباح الخير لك وللمشاهدين جميعا. يعني على ما يبدو الولايات المتحدة الأمريكية والأطراف الوسطاء جميعا مصممين على تحقيق هذه الهدنة. لما لهذه الهدنة من انعكاس على الوضع في المنطقة بشكل عام. بايدن استدعى غانتس، الجميع يعلم معنى استدعاء غانتس وهو من المعارضة. هذا الضغط الخشن على نتنياهو وتوليفته الحكومية أو الوفد المفاوض الإسرائيلي المتجه إلى القاهرة ذهابا وإيابا يطلب توسيع صلاحياته. على ما يبدو هناك يعني نقاط التقاء كبيرة، وهناك إجماع دولي على ضرورة أن تصل جميع الأطراف إلى هدنة. على ما يبدو الأيام الأولى من شهر رمضان سيكون هناك هدنة. بدون أي هدنة أعتقد أن المرحلة القادمة ستكون يعني نسبة التصعيد فيها مرتفعة، خاصة أن الشارع الإسرائيلي الجميع يعلم يعني قد قيمة أو الوضع الذي وصل إليه من حالة الانقسام وحالة التشظي التي انتقلت من الشارع الإسرائيلي إلى النخب السياسية والخشية والخوف. اليوم هذا الانقسام يصل إلى مرحلة النخب العسكرية، هذا مؤشر خطير. الولايات المتحدة الأمريكية تستشعر هذا الخطر وتستشعر حجم التصعيد، خاصة أن المنطقة الشمالية وأقصد الحدود اللبنانية قد اشتعلت في الأيام الأخيرة. الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تتوسع العمليات العسكرية، ولا تريد على الإطلاق أن تخرج الحرب من قطاع غزة، تريد الحرب أن تبقى داخل قطاع غزة حبيسة. يوم أمس هناك بعض التقارير تتحدث عن توزيع مشروع لمجلس الأمن يدعو إلى وقف لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع خلال شهر رمضان المبارك. بتقديري الشخصي، سأأتي إلى تقديرك الشخصي وأنا مهتم بأن أعرفه منك أيضا، ولكن تقول بأن الهدنة هي مهمة بالفعل قبل دخول شهر رمضان، لكن لم يتبقى سوى أيام قليلة على شهر رمضان. ما الذي يجري الآن إذن في هذه المحادثات؟ هل هي نوع من تكسير العظام بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي، أم أن الهوة بالفعل بعيدة بين الطرفين في هذا التوقيت؟ يعني أعتقد أن المقاومة الفلسطينية استشعرت في الأيام الأخيرة أن حاجة الدولة العبرية وحاجة الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي والوسطاء والمحيط إلى هدنة أكبر من حاجة المقاومة الفلسطينية إلى هذه الهدنة. وبالتالي حركة حماس والمقاومة الفلسطينية عادت خطوة إلى الوراء. هناك بعض التقارير تحدثت عن موافقة حركة حماس على الخطوط الحمر التي وضعتها الدولة العبرية فيما يتعلق بوقف الحرب تحديدا، وفيما يتعلق بموضوع انسحاب الآليات العسكرية الإسرائيلية خارج قطاع غزة أو خارج التجمعات السكانية. حركة حماس والمقاومة الفلسطينية عادت إلى الوراء خطوة ورفعت من سقف مطالبها بانسحاب الجيش الإسرائيلي من داخل قطاع غزة ووقف كلي لإطلاق النار. على ما يبدو الولايات المتحدة الأمريكية وضعت مفهوم جديد له علاقة بحالة الصراع الموجودة داخل قطاع غزة وهو وقف إطلاق نار ممتد. هذا المفهوم يقترب كثيرا ويرتقي إلى موضوع وقف إطلاق نار شامل. أعتقد أن المرحلة القادمة هناك ضغط خشن على الدولة العبرية، وهناك ضغط خشن من قبل الوسطاء على المقاومة الفلسطينية. أعتقد المقاومة الفلسطينية في عودتها إلى الوراء خوفا من هزيمة سياسية بعدما حققت في نظرها على اعتبار 7 أكتوبر أنه حقق انتصارات كبيرة، وهي تشكل وهي تذهب إلى مرحلة اللا عودة بافتعال يعني تصعيد ومواجهات داخل الضفة الغربية. كل ذلك تستشعر بها الولايات المتحدة الأمريكية والوسطاء والمحيط من أجل فرض تفاهمات قبل شهر رمضان. صحيح أنه لم يتبقى إلا أيام معدودة. أنا أعتقد أن الأول من رمضان سيكون هناك صفقة، لأن العالم كله والشارع والنخب، وهناك أيضا يعني تفاصيل لها علاقة في تفاهمات مع غانتس ومع أيزنكوت خلال استدعائهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. نتنياهو اليوم يتعرض إلى ضغوط كبيرة من الشارع، من النخب، حتى من بعض توليفته خاصة الصهيونية الدينية التي
تهدده وتمسكه من يد التي تؤلمه في حال توقيع أي صفقة سينفرط عقد الحكومة. ما الدولة العبرية اليوم في حالة من الفوضى وحالة من الإرباك السياسي والضغوط، الولايات المتحدة الأمريكية ستؤتي ثمرها على الأرجح في الأيام القريبة القادمة. هكذا أرى المشهد، أن هناك صفقة قبل يعني شهر رمضان خلال الأربع أيام أو الخمسة أيام القادمة، باعتقادي سيكون طيب. هناك انفراج في موضوع الصفقة. نعم، إن كانت هناك مؤشرات على الصفقة كما تفضلت بالفعل، لكن لماذا لجأت الولايات المتحدة إلى مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يتضمن هدنة لستة أسابيع؟ ألم يكن بإمكان واشنطن أن تضغط على تل أبيب وأن تضغط على حماس أيضا لتمرر هذه الهدنة دون الرجوع لمجلس الأمن الدولي؟ يعني هذا الكلام عندما تكون الولايات المتحدة الأمريكية تقارع روسيا أو تقارع إيران ممكن، أما فيما يتعلق بالجانب الإسرائيلي هناك علاقات استراتيجية قوية، والمخاطر والتهديدات التي تواجه الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في منطقة الشرق الأوسط أكبر من أي خلاف، وبالتالي هذا المشروع الذي وزع أو الذي ينوي الجانب الأمريكي توزيعه في مجلس الأمن له علاقة بالضغط الخشن على نتنياهو وعلى توليفته. هناك بعض المؤشرات تشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ذاهبة إلى التصادم الناعم مع نتنياهو ومع توليفته الحكومية. لا تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تفرض على إسرائيل بالقوة. الجميع يعلم أن الحزب الديمقراطي أمام انتخابات في تشرين الثاني القادم، والجميع يعلم أن هناك لوبي إسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية متمثل بستريت وممثل بإيباك، وهذا مهم جداً ل الديمقراطيين. نتنياهو يحاول قدر المستطاع أن يجر الولايات المتحدة الأمريكية إلى مزاجه وإلى أمله في إحداث تغيير جغرافي في منطقة الشرق الأوسط. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية متنبهة إلى هذا الموضوع، لا تريد صدام مباشر مع إسرائيل ولا تريد أن تعكر صف العلاقات الاستراتيجية القائمة على الأمن والاقتصاد والمصالح المشتركة، خاصة أن إسرائيل هي قاعدة متقدمة للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. الولايات المتحدة الأمريكية تغذي الانقسام داخل مجلس الحرب من خلال دعوتها لجانتس وإيزينكوت، وخاصة أن هناك بعض المؤشرات تقول أن نتنياهو غاضب جدا من موضوع استدعائهم، وأعطى إشارات لسفارة دولته في لندن وفي واشنطن بعدم التعامل مع جانتس وبعدم التعامل مع إيزينكوت. هذه كلها مؤشرات. اليوم الإعلام العبري يركز كثيرا على موقوع التشطي داخل الدولة العبرية برمتها. الجميع يعلم أن إسرائيل خاضت العديد من الحروب على مدى 75 عاما، وكان الشارع الإسرائيلي والنخب وكل الدولة تقف خلف الجيش، ولكن اليوم هناك استقالات داخل الجيش. هناك بعض الاتصالات التي جاءت من قبل الجنود العاملين داخل قطاع غزة إلى ضباط الاحتياط يشكون سوء الإدارة ويشكون التخبط ويشكون الفوضى العسكرية، خاصة أن هناك يعني 6-5 شهور من القتال الشرس داخل قطاع غزة بدون تحقيق أي أهداف قد وضعت في 7 أكتوبر. حماس والمقاومة الفلسطينية استطاعت أن تدير حتى اللحظة المعركة داخل قطاع غزة وهي تحاول إشعال الضفة الغربية. تقارير الشباك الإسرائيلي يشير إلى أن حماس والفصائل الفلسطينية تريد إشعال الضفة الغربية في شهر رمضان، وبالتالي ينعكس على الجبهات الأخرى. نتنياهو من خلال هذا الموضوع يستثمر في هذا الموضوع من أجل جر الولايات المتحدة الأمريكية للتخلص من كل عقد المقاومة في منطقة الشرق الأوسط بدءا بغزة وانتهاءا بطهران. طيب، ولكن خلال هذه الأيام التي تسبق شهر رمضان بالفعل، ما هو المطلوب هنا سيد نزار على المستوى العربي من أجل ممارسة مزيد من الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للقبول بالهدنة؟ الدول العربية الوازنة أمثال المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية يعني لديها أوراق ثقال أعتقد فيما لو استخدمتها ضد الولايات المتحدة الأمريكية بلغة المصالح. نحن نتحدث يعني الجميع يدرك أن المملكة العربية السعودية والخليج العربي تربطه علاقات جدا وثيقة وقوية مع الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالطاقة وبالغاز وبالنفط وهذه التفاصيل. وهناك كان حديث يدور عن النورماليزيشن أو عن التطبيع مع دولة الاحتلال، وهذه أوراق ثقال يمكن استخدامها في الحديث مع الولايات المتحدة الأمريكية. الجميع يدرك أن الدول العربية والنظم العربية بشكل عام لا تملك أي أوراق على الإطلاق للضغط على الجانب الإسرائيلي، ولكنها تملك يعني أوراق ثقال ولديها مصالح مع الولايات المتحدة الأمريكية ممكن أن تؤثر في القرار داخل الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي يدعو. أعتقد أن المملكة العربية السعودية قد مارست بعض الضغوط وجمهورية مصر العربية قد مارست بعض الضغوط، وإلا لماذا
هناك يعني محاولة من أجل دك أسفين داخل مجلس الحرب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية واستدعاء جانس وإيزنكوت وتوزيع مشروع قرار لوقف إطلاق النار، وحتى أن هناك الاتصالات كانت تكون معدومة مع نتنياهو من قبل بايدن. صحيح أن هناك خلاف يعني إلى حد ما شخصي ما بين بايدن وما بين نتنياهو، ولكن أعتقد أن المرحلة القادمة فيما لو استمر نتنياهو بتعنته الأمور ستتطور أكثر ما بين الجانب الأمريكي وما بين الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بتزويد السلاح، فيما يتعلق بالتغطية السياسية. يعني هذه أول مرة نسمع منذ بداية الحرب أن هناك حديث يدور عن وقف إطلاق النار داخل أروقة مجلس الأمن الدولي، والتي يعني صاحب القرار هي الولايات المتحدة الأمريكية. هذه أول مرة الجميع يعني طيب، ولكن هناك